السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد. معكم احمد خلاف. هنتكلم في شرحنا النهاردة عن ان انت ازاي تقدر تضيف الذكاء الاصطناعي للواتساب. هعرفك بطريقة سهلة وبسيطة، وانت هتستفاد من الذكاء الاصطناعي او ميتا اي اي في الواتساب بطريقة سهلة وبسيطة، وهعرفك ازاي ان انت تستفاد من الخاصية ديت، لان الخاصية ديت هتطيح ليك ان انت تقدر تكتب قصص، روايات، تقرأ قصص، تكتب مقالات، تمام؟ هتفيدك في كل انحاء او كل نواحي الشغل بتاعك. فتابع معايا الشرح ده عشان اعرفك الطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. معكم أحمد خلاف. وعشان تضيف الذكاء الاصطناعي دي الواتساب، كل اللي انت هتعمله هتبدأ تدخل لي متجر جوجل بلاي، وتيجي من هنا كده في خانة البحث اللي موجودة تحت ديت، هتضغط عليها ومن هنا كده هتبدأ تكتب كلمة واتساب، تمام؟ بعد كده تفتح معاك الواجهة ديت، عند كلمة فتح ديت هتلقى كلمة تحديث، لازم تحدث الواتساب لآخر إصدار. بعد ما تبدأ تحدث الواتساب هتجيلك كلمة فتح ديت، هتضغط عليها مباشرة هتظهر معاك ميتا اي، تمام؟ العلامة ديت هتبدأ تضغط عليها كده، هتفتح معاك بالواجهة اللي انت شايفها كده، بيقول لك اسأل ميتا اي عن اي شيء، يعني اي حاجة انت عايز تسأل عليها هتكتبها في البحث هنا، مثلا الانترنت او ماشي. هتضغط كده هيبدأ يجيب لك او هيجيب لك شرح او مقاله كامله على الانترنت. هو بيقول لك الانترنت هو شبكه عالميه، وهيجيب لك اي حاجه تكتبها تطلع لك هنا. ده الذكاء الاصطناعي. عرفنا ان احنا ازاي نقدر نضيف الذكاء الاصطناعي للواتساب. كان معكم احمد خلاف، والسلام عليكم.